طب مش التوقيت ده الادهى فيه انه يقعد مع الانديه ويشوف الفتره الجايه مشاكل الموسم؟ يعني انا استعرضت وانا بتكلم في الانترو، الاتحاد التونسي خد 6 قرارات حلو. واعلن عن 6 قرارات، نهايه الموسم امتى، العقد اللاعب لو انتهى ويمتد هيمتد بحد اقصى امتى لو الموسم لسه ما انتهاش، حلو. واتكلم لمصالح الانديه واللعيبه. دي ناس شغاله، دي ناس شغاله. انت كلجنه خماسيه لو جيت في الاول عملت ده وجبت الزخم بتاعك وعملت لك حاله معينه، اقدر اتفهم اقول ان انت عايز تعمل شكل وبتاع ايا كان، انما في نهايتك ده يؤكد لي تماما ان كل قراراتك واسلوبك مش من دماغك. انت كل حاجه بتعملها بتتملاها وبتنفذها، وانك بتبدا حتى تعمل الحاجات، هقولها واضح، الشمال بتبدا تعمل حاجات الشمال وهتتحسب عليك انت ارضاء لضريبتك وفاتورتك انك موجود في المكان ده. بس مش حاجه ببلاش يا محمد، اكيد طبعا. انت مش جيت قعدت على الكرسي؟ آه. مش جيت خدت اللقطه؟ مش جيت باسمك اللجنه الخماسيه؟ في ضريبه بتدفع الفتره الجايه دي، هنعد مع بعض الضرائب وتسديد الفاتوره بتاعت قعد الكراسي. واضح ان الاسبوعين اللي فاتوا حصلوا متغيرات، لان انت قبل اسبوعين، اسبوع واحد، ما هو كل ده الاسبوع اللي فات. حلو. انا المعلومه دي كانت موجوده قبل كده في حاجات كتير، بس كانتش في حاجات رسميه. اما بدا الرسميه وبدا وليد العطار والناس تكلم الناس، وانت معانا ولا علينا، وانت وضعك كذا وده كذا وده كذا، لا ايه يا جماعه ده؟ يعني شغل مصلحه الكوره ومصلحه الانديه وازاي نتعامل مع الازمه الراهنه، انت مفيش. شايف؟ وسيبقى كلامي واحد، وسيبقى كلامي واحد، يحسب للجنه الخماسيه موضوع الفار وموضوع الجمعيه العموميه تخلصت 98، هم دول اللي يحسبوا لهم حتى لو بيتملوا لهم. يعني خلاص حتى لو بتقول، بس انا متخلص كده تماما. انا طبعا عارف ان انت حد بيجيبك، انت حد بيمليك، انت حد بيشغلك، كويس جدا. لكن انت، انا بقول لك اهو وبكل صدق، للاسف هتكون نهايه اللجنه الخماسيه نهايه غير سعيده بالمره، نهايه غير سعيده. طبعا انت لما بتعمل حاجات النهارده، انت جاي خلاص، انت ماشي. اوعى تقول لي انا بعمل سيستم الجبايا عشان اصل السيستم مش مظبوط وانا بعمل كذا وبعمل كذا، لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط خالص. واوعى تقول لي انا بحط اسس عشان اللي جاي يشتغل. انا بقول لك اهو، انت بتعمل اللي يتقال لك عليه وبتنفذ اللي بيتقال لك عليه، تمام. فقط تقول لي اصل انا مش داخل الانتخابات، انا ماليش مصلحه. يا ريتك كنت داخل الانتخابات، ما كنتش هتاخد صوت. انت ما عملتش حاجه تخلي الجمعيه العموميه تدي لك صوت. خلاص واضح جدا للناس في الجمعيه العموميه ايه بيتقال لهم، ان اللجنه الخماسيه هتعمل كذا. فاللي بيدي التليفون للجمعيه العموميه بيقول لها احنا ماشيين في السكه دي، وبعد كده يلاقي الجمعيه اللجنه الخماسيه بتنفذ نفس الكلام اللي اتقال لهم في التليفون، يبقى الجمعيه العموميه نفسها عارفه مين اللي بيدير، وعارفه مين اللي هيكلصها، وعارفه مين اللي بيخفضها. الامر بيترجم قدامها خلاص. فهنا خلاص كلها بقت معادلات واضحه وصريحه، واضحه وصريحه. المعادلات دي يا محمد للاسف احنا هارين نفسنا. دوري يرجع امتى؟ الكوره نظامها ايه؟ الالعاب اللي انا بتكلم فيه كل حلقه، يعني انا عايز في مره اطلع منهم يقول معلومه. يعني اخر حاجه سمعت احد اعضاء اللجنه يقول لك ايه اللي هيحصل في اوروبا هنطبقه. ايوه يا سيدي، انت برضو فكر واقعد مع الناس شوف عايز تعمل ايه. يا محمد، في لجنه تقول انا ماليش علاقه بتخفيض العقود مع اللعيبه والانديه، نسقوا مع بعض. انت لازم يكون لك دور. ما انت بتاخد 3% ضريبه على كل عقد ليه؟ ولازم يبقى لك دور من الاتحاد الدولي. يعني انت مع الاتحاد الدولي، يا جماعه الوضع كذا، الدنيا كذا، طب هنعمل ايه؟ ارجع اقول للانديه، ارجع اقول للعيب وللنادي، لما تيجي تعمل حاجه ارجع لي انا اللي هشوف وانسق معاك واحط لك الاطار. بدل ما انت عمال تقول لي اصل انا بجيب وبعمل وبحط اطار ما حدش هيفهمه. انا هكون راعي الاتفاق. انت وانت اللي بتدير المنظومه، انت المسؤول، انت الاب الرسمي لليله دي. انت بلاش تقول لي كل حاجه، تقول لي انا ماليش فيه، انا اصل هسال، اصل انا مش عارف ايه، اصل. وبعدين تطلع تتكلم في ملفات غريبه جدا، ساعات بتقول رايك في موضوع كهربا بشكل معين، وساعات بتعمل كذا. انت ليه رسايلك كلها كده؟ يعني مش فاهم، يعني في التليفونات بتقول حاجه وعلى الشاشات بتقول حاجه، ايه يا جماعه في ايه؟ فانا بص يا محمد، الفتره الجايه كده ربنا يسهل كده. واضح ان الفتره الجايه هيبقى في كلام كتير عن ملف الاداره تحديدا داخل اللجنه الخماسيه. طبعا. ملف الاداره وعايز اقول لك ان هيبقى في شويه تريكات كده، واحد كل اسبوع كده ان شاء الله، كل التريكات
هيبقى مع بعضنا كده ونقول كل التركيبه بتتعمل ليه.